خطوات وحيدة لكن ثابتة، وإن كانت طريق المقاومة تبدو وعرة ودون نهاية في مدينة تعز، لكن يبقى السلاح أثقل من أن يحمل بشكل وحيد وللأبد في هذه المدينة المسالمة، والتي لم تعتد رغم مرور أكثر من عام على الحرب وحمل السلاح، رغم أنه حاليا وسيلة للدفاع فقط. هنا بمحيط اللواء 35 غرب تعز، آثار خلفتها معركة ما تزال جارية حتى اليوم، لتشهد على اشتباكات عنيفة بين المقاومة والجيش الوطني من جهة وميليشيا الحوثي المخلوع من جهة أخرى. كالعادة يكون الرد على كل هزيمة تتلقاها ميليشيا الحوثي المخلوع قصفا عشوائيا وعنيفا على المناطق السكنية داخل مدينة تعز وخارجها، حيث تعرضت قرى سكنية في جبهة شقب مديرية صبر الموادم جنوب تعز ومواقع للمقاومة ومنازل المواطنين في تبتي دار مزعل والحصن لقصف عنيف بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، فيما وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة للميليشيا إلى المنطقة بغية الوصول إلى جبل العروس الاستراتيجي والسيطرة عليه. أما في مديرية حيفان خارج المدينة، فقد قصفت ميليشيا الحوثي والمخلوع قرى سكنية بصواريخ الكاتيوشا بشكل عشوائي دون أنباء عن وقوع ضحايا. إذن أصبح القصف وما يخلفه من دمار وموت جزءا من يوميات المدينة المحاصرة، فيما يبدو الانفراج بعيدا حتى الآن على الأقل في ظل استمرار القصف والمعارك المستمرة.